يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وط البيز يا ولد وعليني البيت سمعني صوت عيالي وسقفه وحبيت زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما ذكرت على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكت الخطير كوكت الخطير رضعت في طفولتي الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يا تكون محذوف في بطن بير Objection. Objection. I really love this country like a fat kid loves the cake And I'll be then you're on the please just give yourself a break You can't even battle me 101 Mr. Fake My rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسول جابوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع, ما ينفع. جزرة وقطمها جحش يا ويل واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ أنا ما مصدقش لا وإيه؟ ده فتح سايبر يا وقع مربربة هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا حاجات إيه يا كبير؟ ده محل بتاع نت يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبة تلقي لعبت عليك بطنك يا بعيدة إيه الناس ناقصة لعب ولا إيه؟ ما ناس ملقحة على القهاوي طول اليوم هتلعب كشتينة وضمنة وبرغوتة وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ إيه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي ايه انا قلت نت ايه مفيش نت قلت نت ايه مفيش نت والله صح نت في المزانيطة لا والله دي حرام جزرة وقطمها جحش يا ساتر السلام عليكم هي الشاشة are you crazy؟ أمر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هو دي النت yeah على كده الساعة بكام عنديكم؟ just one جنيه جنيه؟ يا بلاش طب حس كده اديني ساعة نجربها okay Thomas yeah جهزت ثلاثة okay yeah I come from here come أعوم دي بس جوني ايه خير ايه تعرف شغل النت ده اه كنا عملها معاك ايوه بسيطة عايش تغل بده ايه ثانية واحد هاي what's going on brother ايه المشكلة مشكلتي تعال تضحكوا علينا ولا ايه ميتة وني قاعد على الجهاز الساعة قربت تخلص النت بتاعك وده ما بيجيش ما بيجيش طبعا هو اوريدي على جهاز بص دوس على دي اها اها ده انت في البوستيري خالص أه. طب بص ركز معايا ده اسمه ماوس ايوه فار ايوه بص بصبعك ده
دوس عليه كده بس ايوه فوالا ايوه ايوه اعمل ايه بقى؟ بص ركز معايا كويس، اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني اني دلوق عندي اكونتي على الفيسبوك؟ هاني نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك، تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ رجاله ونسوين؟ So weird. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا، عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاك، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك، ما تاخدش فلوس. اللي هي لا، بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και του αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Η μπάλα πίσω, τη ευκαιρία, το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ. Του άφησαν δευτερόλεπτα να... الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل، اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب انا بتشاتش يا كبير. ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقول لكم نديتي كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع سجوني ده. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستك سخسليه. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة أمك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الذكر بط أحسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، أنا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير أم الجناب. إيه وأهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. أمال إيه يا كبير، ده حتى الحريم بيقولوا ياجع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه إيه يا بو؟ قصدي إن هو عامل لهم 2 الصبحية للحريم وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي اوي ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر؟ برو احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل، زي الشرب، زي السوشي، زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنتت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده،
ده انت غلبان جدي الكبير قوي ملوش علاقة بالنت. داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقولك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقة بالنت. الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجة عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لأهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلتي هلطقي اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخه. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. تعالى حد شافك وانت جاي؟ لا وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا واكل واكل خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح خذي نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا هنا قدامي قدامي. فين فين يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي هدلوك. لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا دي عشان تفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير دي حاجة بسيطة. أمال إيه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسك امسك اقعد هنا. هو أنا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. اقعد علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغلوا عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش يعني. باه 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 ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضاً الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلاً إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين. عاوزكوا تقطعوا بعض. عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انقر
انقر انقر ايه يا مخبل انت؟ شايفني فروج يا شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انقر الايقونة. ولا عارف اكل. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها يلا شطور يا شطور يا كبير شطور. يلا طول على ما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقال شطورة. يا كبير يا كبير انت عارف كل حاجه لوحدك. بص الاجابه ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها يلا يلا. قول لي الماوس رايح فين؟ يلا فاجئني. قول لي الماوس رايح فين؟ اقول لك فين ولا تزعل شيء. مالك قاعد عم تتلوى كيف القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معامله خاصه. انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو. يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي تضربني بالسكينه يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقه. طب وتضربني بالسكينه ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا اسماعيل. حاسب يا اسماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبلة ياد، اضرب القنبلة ياد ياد. خيانة خيانة يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها الفتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابني انت؟ انت بتعرف بتقول ايه؟ ولا حاجه. الصوت العالي انت ايه؟ الصوت والضوء يا فواز. ما تستخدمش يا فواز. ايه يا رجاله؟ حسك هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجالة بشنبات عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك. طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون حضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك بتارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا، انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك وسائل لي اجراني. عارف يا فواز، انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت حجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى راي المثل، ما محبه الا بعد غباوه. ايوه صح يا نجاتي، انت غبي. كل من المدعوق اللي اسمه النت دي من النهارده مفيش نت في المزاريطة. فجوسه وقطمها جحش. ايوه وعلى راي الشاعر، ايه اوه لو سالوني بينا رجاله بينا رجاله. ايه ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع يا جماعه؟ المكان اللي اتدمر ايه؟